أستاذة كاملة وذكري، اشرحي لي أكتر لما يبقى عندك أسرة وبنت مرتبطة بيها جدا، أنت مرتبطة بيها جدا، وتكوني بتشتغلي في مهنة مش نمطية زي مهنة الإخراج، قولي لي الحياة قد إيه تبقى صعبة أو مش صعبة؟ والله هي ما كانتش صعبة بسبب أمي، يعني وجود أمي حبيبتي الله يرحمها، يعني من غيرها أنا عمري ما كنت حابة لا مخرجة ولا أي حاجة أصلا، لأن عمري ما كنت هسيب بنتي مع لحد تاني غير مع دادة مثلا أو مع حد غريب أو كده يربيها، عمري ما كنت هقدر أعمل كده. فلكن أسيب بنتي مع أمي، ده أنا سايباها مع اللي أحسن مني، يعني اللي هتخاف عليها وتراعيها أكتر مني. فالحقيقة إن ماما هي اللي خلتني أقدر إن أنا أبقى بشتغل وبسهر وبروح وبسافر مهرجانات وأنا مطمنة على بنتي. وهي لما توفت بنتي كان عندها 18 سنة، فكانت عارفة إيه زي ما يكون وصلتني لبر الأمان وإيه حمد. وقالت لي شفتي بقى لما أنا بتكلم عن زاد بقى فلاش باك، إن هي الست المصرية أحيانا كمان بتبقى قوتها بتبان جدا لما بتيجي تساعد بنتها، لما يعني تبقى هي سند لها، يعني بتبقى حاجة عظيمة. يعني أنا ماما كانت هي كانت ست قوية جدا جدا، لا كانت مرعبة يعني ماما كانت مخيفة، يعني البيت كله بيخاف من ماما، يعني العمارة كلها الشارع كله والله الشارع كله بيخاف من أمي يعني. وكانت قوية، يعني مش الست المنكسرة، لا خالص. بس والدك هو اللي كان بقى بيشجعك أكتر على مهنة الإخراج دي. هو كان سعيد، هو لما أنا عملت فيلم قصير قبل ما أخرج بقى فيلم طويل، فعملت أنا وبابا وأخويا انت القرعه دي، انا القرعه النجدي فعملت فيلم قصير بعد ما اتخرجت على طول اسمه قطر الساعه 6، وبعدين الفيلم ده اخد جوائز كتير جدا وصحفيين كتير كتبوا عنه، نقاد كتير كتبوا عنه، يعني فاكره حتى استاذ محمود سعد كتب مقاله، انا كتب كامله والزمن ناقص. فكان بابا بقى حس بفخر فظيع، وان انا اللي بكمل مسيرته بشكل تاني يعني. بس ماما كمان كانت بتشجعني جدا، لان هي ماما ما قدرتش تشتغل. لا بس برضو وجود الاب لما يبقى متفهم في بدايه مشوار بنته، بدايه مشوار فيه تحديات كتيره جدا، على راسها ساعات العمل الطويله طبعا، مرورا بممكن اي سخافات تتعرض لها، يعني وجود الاب في ظهر بنته انه يخليها حقيقي قويه وما تخافش من التفاهات اللي ممكن تكون موجوده حواليها، ده شيء مهم. لا بابا انا كان الحمد لله يا رب، انا كان عندي اب عظيم، يعني انا ليا اخ اكبر مني ب7 سنين، وبالرغم من كده انا عمري ما حسيت ان في فرق في التعامل ما بين فكره الولد والبنت، لا انت عشان بنت مش هتعملي كده، لا انت عشان، يعني كنا اللي بيعمل صح بنقوله شكرا، واللي بيعمل غلط بيتعاقب. بنت ولد وعمره ما حسسني ان انا مواطنه درجه تانية، يعني كان بيديني ثقه جدا في نفسي. اول ما اشتغلت مساعده فاحنا بنشتغل بالعشرين ساعه، فممكن انزل الساعه 6 بعد الظهر ارجع الساعه 4-5 الصبح، او انزل الساعه 10 الصبح ارجع الساعه 2 بالليل، وكنت لسه ما بسوقش عشان عندي 16-17 سنه، فكان ممكن حد من اللوكيشن هو اللي يروحني عشان بنت صغيره، فتعالي هناخدك معانا في سكتنا. فممكن النهارده مساعد المخرج يروحني، ممكن بكره مساعد المصور، ممكن النهارده مدير الانتاج يعني. فانا بالنسبه للشارع بنزل كل يوم وبرجع براجل شكل مروحني فابتديت احس بنظرات مش مريحاني خالص، يعني ابتديت احس نظره الناس الشارع مش يعني في حاجه مش حلوه، فاتضايقت. فروحت طالعه لبابا قلت له انا شكلي مش هكمل في الشغلانه دي خالص، فقلت له يا بابا ده كذا كذا، قال لي طيب تمام، انت اللي في الشارع دول يهموكي في ايه؟ قلت له، قال لي يعني اذا كان مثلا البواب او المكوجي او البقال او كده هم يهموكي، يعني ايه المهم؟ فقلت له هم مهمين يعني في الافلام وكده بيقولوا انهم مهمين قوي. قال لي ما انت كان ممكن تبقي بتشتغلي دكتوره برضه هتبقي بترجعي متاخر، وبرضه كان ممكن يبقى زميل ليكي بيروحك. قال لي يبقى طز في اي حد، يبقى انت ما يهمكيش حاجه،
انت كملي شغلك، انت بتعملي حاجه انت بتحبيها، فهل انت وبرده هيبصوا لك وبرده ممكن يبصوا لك بصه، ممكن تشتغلي مهندسه، ممكن تشتغلي اي شغلانه لو انت فكرتي كده، يبقى خلاص اقعدي في البيت بقى ما تنزليش. فقال لي انت اللي هيبص لك بصه وحشه حطي صوابعك في عينيه ولا يهمك، مش انت عارفه انت بتعملي ايه وراجعه منين؟ قلت له اه. قال لي خلاص يبقى ما يهمكيش. وجبتي عربيه وسقتي على طول؟ جبت على طول اول ما تمت 18 سنه على طول. على طول اول ما تم يعني قبليها كنت اتعلمت السواقه ورحت جايبه عربيه 127 كان عندي 18 سنه وخلاص بقى وانقذتي نفسك وبقيت انا اللي بوصلهم. طب كويس قوي. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.